مشاهدينا، خلونا ننتقل أيضا إلى هذا الخبر. وعلى طار الغياب، خلونا ننتقل إلى واحدة من هذه الأخبار المتداولة عالميا، وهي لسيدة أمريكية طردت من عملها في إحدى الشركات الرياضية، والسبب هو لأنها تأخرت عن العمل 47 مرة خلال 10 أشهر. فقامت هذه السيدة طبعا برفع دعوى قضائية قائلة أنها طردت بسبب التمييز العنصري، كونها يعني أفريقية أو لون بشرتها سوداء، وكذلك بسبب التمييز العنصري على أساس الجنس لأنها أنثى. فقامت المحكمة بإنهاء الدعوى القضائية لصالحها، وتم تعويضها بمبلغ تجاوز ال 11 مليون دولار، أي أكثر من 42 مليون ريال. شو والله شوفي، يعني ما انا ما حتكلم فيها بصراحه، لا وفق نظام ولا قانون ولا غيرها، بس انا بالنسبه لي برافو عليها، تاخذ ال 11 مليون دولار هذه وتقول لهم لا شغل ولا اي حاجة. تاخذ 11 مليون دولار وتشتري الشركه. بالضبط، تشتري الشركه. يعني بس شوفي، يعني هو حلو انه في نظام، ايش تبعاته، ايش ابعاده، الا ما يكون يعني في الاخر النظام يعني هو اللي يعني بينصف الطرف المظلوم في الاخر. صح. اكيد له تبعات ما ذكرت في هذا الخبر، ولا في الاخر القضاء المفروض انه هو يكون نزيه، حتى لو فيها مثلا نوع من العنصريه ولا غيرها من الاشياء اللي ذكرت في هذا الخبر، الا ان اكيد كان في بعض الممارسات ضدها، فبالتالي قدرت انها تثبت هذا الشيء. بالضبط، هي موضوع الاثبات مهم. يعني اعتقد هي كانت ذكيه بشكل كافي انها كانت تجمع وتثبت. صحيح. لفتره معينه، زائد عندها محامين اكفاء قدروا انهم يوصلوا لهذه هذا التعويض. فصراحه اعتقد هذه الاشياء ما تحصل غير في دول معينه، يعني ما اعتقد انه تحصل في اي مكان.